فقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. 8 حجج يعني 8 سنة. وهذا فيه يا أخواننا التيسير في أمر الزواج، فيه تيسير عظيم جدا. أول حاجة قال له على أن تأجرني 8 حجج لقدام، كل سنة أنت بتدفع شيء من المهر بتاعه، وده فيه أنه يجوز للأب أنه يقصد المهر بتاع بنته، تعمله بالأقساط، فده نوع من أنواع التيسير. وأقيم من كده في القصة أنه ينبغي للأب أن يبحث عن الكفء لبنته. ناس بيشوفوها عيب، يقول لك يا أخي أنا بنتي أعرضها على الناس؟ لا، ما في مشكلة، بنتك تساعدها على الزواج بزول كويس، ما تخليها تمشي تفتش برامج ممكن تلقط لك واحد ما ينفع معك تاني. فهو يختار لها الرجل الصالح، ودي كانت عادة عند العرب وعند السلف، الواحد بيسوق بنته وداها لزول يقول له البنت دي أزوجك ليها. بعدين تسهل له الموضوع، 8 حجج، قال له فإن أتممت 10 فمن عندك، ده زيادة خير منك. وما أريد أن أشق عليك، عشان كده أنت داري تزوج منك وراجل كفء في الصفتين ديل، القوي الأمين، زول أمين في دينه في أخلاقه وكريم في نفسه، تمام؟ وقوي، قوي دي ممكن تحمل معنى إنه زول قادر يشتغل يتكسب يأكل أولاده. ما تقول له ها شغال شنو؟ يا أخي ممكن يكون ما شغال، لكن أنت أزال يقول له بتقدر تشتغل أنت؟ يا زول أنت بتقدر تشتغل تأكل البيت دي ولا لا؟ ده الموضوع هنا. لو بيقول لك أنا ما بشتغل أنا برقد في البيت ساي، ده ما تديه وتديه سوى شنو؟ لكن قال لك بقدر، انا بقدر اخدم اي حاجه، بعتل بسوق كويس، بشيل مفك كده، بمشي بقابض بشتغل باكل حلال اديه، ما في مشكله. يبقى بيقدر يشتغل هو، ما يبقى رمه ساي، الرمه ده بيعزاك شفته وبيلد لك رمم زيه زي ده، ما تديه بس يكون نجيض بيشتغل، تمام؟ قال لي وما اريد ان اشق عليك. ويا اخواننا من مقصود الكلمة دي عدم المشقة، إنه الموضوع ده أنت ما تملكه للنسوان، أنت كزور رجل في البيت ما تملك الموضوع ده للنسوان، لأنه حيقعد يسولنا عليك تجيب لنا 6 6 وما تعرف بيت دي السكينة شرق المطار، وبرنامج طويل جدا، ديل بيازنوا أذى ما بعرزه. في ناس أنا بعرفهم عقدوا لهم 2 سنين ما قادرين يتموا زواجهم، الموضوع ما مسكتنه الحريم، تجيب لنا وما تجيب لنا. يا أخي قال لي وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله في نسب ليك ده من الصالحين، بنسبك نسب سمح. عشان كده أنت ذاتك كان عرضوا عليك بيت بتاعت واحد زول زي ده، دي بتكون زي أبوها، اقبل بيها فيها خير كثير. وما تنظر إلى النساء نظرة شكلية فقط، ما تخلي نظرتك شكلية فقط، لأن الشكل وإن كان مطلوبا ومما يقوي الروابط بين الزوجين، لكن في ناس بيفرطوا فيه إفراط شديد خلاص، والله واحد يجيب لك مواصفات تقول له فلان ما قدرت أعرس مالك، يقول لك لسه ما لقيناه، أها بنلقاها وين هي دي؟ يقول لك طبعا أنا دايرة ممشوقة وحواج بينها مقرونة وفي صوتها صحل وبين عينيها دعج. يا زول دي لك وين؟ هدي كان فيه بيخلوه لك يا جماعه، زي دي كان فيه ما بخلوه لك ذاته كويس. فانظر الى دين المراه وحسن عشرتها، لان المراه تزداد جمالا وبهاء وزينه بطبعها ومعاملتها. انت عارف النظره الشكليه دي بتكون في الايام الاولى،
انت لسه عرسان وباركوا لكم الجماعه دي، انت بتعاني في شكلها. شوف الحياه دي لما تمشي لقدام انت بتتعامل مع طبع المراه ومع دينها فقط، الشكل ده كله الايام الاولى دي بس، لكن لقدام المراه التي تربي الولد والمراه التي ترفع راس زوجها دي اللي عندها دين واخلاق، ترفع راسك قدام الرجال وانت نفسك بتكون مرتاحه ونقتها ما كثيره كويس، وبتخاف الله. اكان ساي غلطت معاك تقول لا اتقي الله، بترجع وتعتذر لك. لكن تجيب واحده بس عاجبها نفسها والله دي تلعب بك لعب، وتبقى انت ملطشه وتجي ماري قدام الرجال جلابتك مكرفسه ها ومبشتن انت ذاته وشايل هم ووشك اسود، ده كله من القعده جوا البيت ديك كله منا. عشان كده يا اخواننا هذه قيم خاصه الشباب السواد اللي ينظروا لها، ما يغشوكم اللي بتونسوا معاكم تحت الشجر في الجامعات ديل. الوحده تعمل لك فيها انها خلاص هي فتاه المستقبل، وان هي الرقيقه صاحبه المشاعر المتدفقه وما عارف شنو الكلام الكثير ده. يا زول ده كله بعدين ما بعيش معك في البيت والله، دي بس القاسيه تقف له بابكم ده بعدين تقلب لك الوضع الاصلي بتاع الصنع، وضع الصنع بتاع المصنع ذاك الله يتوريك شغل ما شفته قبل كده. اذا يا اخواننا دي 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 مساله مهمه جدا. قال له فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك. يا اخواننا الزواج الصالح ده ممكن تدفع فيه الغالي والتميم، تدفع فيه. موسى عليه السلام سرح بالبهائم 10 سنة من أجل هذا الزواج، ولكن يا أخواننا لما كان موسى عليه السلام تقيا دينا وليا صالحا نبيا من أولي العزم من الرسل وخاف ربنا، ربنا وقعه في الزواج ده، الزواج السمح ده، والمرأة الطيبة دي وأبوها الصالح ده ربنا وقعه فيه كويس. ولما كانت المرأة تقية هي ذاتها، لمن جاته ما جات تعرض نفسها خد بالك، ولا جات تظاهر له بالرقة والحسن وكده، لا تمشي على استحياء متلفلفة بهدومة، وتكلمت معه كلام ناشف ما في أي رجلين. إن أبي يدعوك، أبوي هناك دايرك، موضوع انتهى. لا أنا أعجبت بك وحقيقة أنت يعني أخلاقك رفيعة، وحقيقة ما في واحد شال الصخرة دي إلا أنت، وحقيقة لا ده كله كذب ما في حقيقة هنا. النسوان اللي بتزلف فنديل أعمل حسابك منهن، دي مرأة على طبيعتها وأدب، ما عدا ربنا رزق زواج أعلى زواج في عهد هذاك وفي قومه، ده أعلى زواج أكثر من الزواج نبي. الزواج شنو يعني تاني؟ نبي كريم من أولي العزم 5 من الرسل. عشان كده أنا بقول لبناتنا اللي بتزلفان للأولاد وكده، ده ما بيعرضكم، ده شغل بتاع عرض، العرض ده فاشل، لأنه ده حيجيب لك واحد ما عنده قيمة. لو داير الراجل الصح اللي بيملى عينك أنت وعينها لك ها، تختاري الزول اللي ما بيجيبه التبرج ولا المكياج ها ولا العطور ولا الونسة بالتلفون، ديل كله ما بجيب انه ده الراجل صحي صحي، ديل ما بجيب انه أكان تونست معاه بالتلفون الراجل الكارب ما بجيك تاني، بيجوك الدار يلعبوا بيتونس معاك ومش بيعرض بالتعمه، ولا كان جاك ذاته ما فيه لك فايدة. فإذا يا اخواننا رأس التوفيق في أمر الزواج تقوى الله، تتغي الله أنت في نفسك وفي أعراض الناس، والله تحترم إرضى الناس وتقدروا وتوفي بحقوق الناس في عرضهم وتغض بصرك عنا، ربنا يوفقك في حياتك وتتزوج أحسن زواج، بس تتغي ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.